المرأة إذا حبتك على استعداد أن تسكن في الجحيم لأجلك. المرأة إذا حبتك لا تنظر لا لأرض ولا للسماء، تراك وطن. المرأة إذا أحبتك لا تبالي لا بليل ولا نهار، لأنها تراك أنت العالم. علمت؟ فإذا هيئت لها الظروف ثم قالت لك لا أريدك، فاعلم أن العلة ليست لا بأرض ولا بوطن ولا بشمس ولا بقمر، العلة في قلبها. المرأة إذا عافت، لو بقيت لوحدك على وجه الأرض لن تنظر إليك. كبرياء المرأة قاتل يا سيدي. المرأة لو كانت تسكن المريخ وذهبنا إليها قلنا فلان يعشقك عشقا جنونا، عند كبرياء قاتل تقول لو كان صادقا فليصعد إلي. أقوى كبرياء على وجه الأرض كبرياء المرأة. فلا تنظر أن ظروف مادية أو اقتصادية أو كذا تحيلك بين المرأة وزوجها. لو كنت أفقر رجل في العالم، إذا أحبتك ستراك أغنى رجل في العالم. ولو كنت أتعس رجل في العالم، لو عشقتك ستراك أسعد رجل في العالم. وفي المقابل لو كنت قارون في الغنى ستراك متسولا على عتبات الطرق إن كرهتك. فلا يوجد ثقل ككبرياء المرأة. فلهذا نصيحتي أقولها لك باختصار، لو كانت تريدك لأتتك حبوا، هي لا تريدك.